السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على تأجيل العام الدراسي وكذلك المتفجرات التي أعلن عن ضبطها في الخرطوم وكانت حولها تصريحات مثيرة للجدل من قبل النائب العام. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد عبد الرحمن. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس ويس، مرحبا بمشاهدي قناة طيبة الكرام. لعلنا نشاهد معا التقرير التالي الذي يسلط الضوء على إشكاليات التعليم. يشهد السودان منذ عقود طويلة أزمة في قطاع التعليم، فعلى الرغم من إعلان النظام السابق لثورة في التعليم، لكنها وإن كانت لها نجاحات في إطار توسيع مظلة التعليم، لكنها لم تحقق المطلوب في جودة التعليم ومواكبته للاحتياجات، ما أسفر عن تمدد في قطاع التعليم الخاص الذي ترتفع أجوره ولا يتحملها المواطن البسيط. يضاف إلى ذلك الحروب والصراعات التي ساهمت في خروج مناطق من مظلة التعليم، فضلا عن تدهور القطاع الاقتصادي الذي أدى إلى هجرة الكوادر التعليمية خارج البلاد. منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة قالت إن أكثر من 3 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 13 عاما غير ملتحقين بالصفوف الدراسية، وأعزت السبب إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر وضعف الإمكانات الحكومية. بعد قيام ثورة ديسمبر التي أدت إلى تنحية البشير، علق الناس آمالهم في حكومة حمدوك في إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، إذ أكد وزير التعليم محمد الأمين أن تطور التعليم واستعادة مجده على رأس قائمة أولويات الفترة الانتقالية، وأنه وضع خطة استراتيجية لتوفير التعليم المجاني في عموم البلاد. تصريحات التوم لم تترجم على أرض الواقع، إذ لا مدارس ولا كتب، بل ولا تلاميذ يجلسون في مدارسهم، إذ كشف العاملون في القطاع التربوي إضافة لغياب قرابة 9000 طالب عن الامتحانات النهائية هذا العام. تراجع توم عن وعوده التي أطلقها وأرجع الأسباب إلى الأزمة المالية التي تمر بها حكومته التي عجزت عن تأهيل المدارس وتوفير الكتب للطلاب. التعليم العالي لم يكن بعيدا من الإشكالات، حيث خرجت إلى العلن المخاطبات بين المالية والتعليم العالي بخصوص الإيفاء بالمرتبات وفق الزيادات المعلنة من وزير المالية السابق، وكانت وزارة المالية واضحة أنها لن تصرف المرتبات وفق السلم القديم. تصريحات متناقضة ووعود كاذبة تطلقها حكومة قحط بين الحين والآخر تنعكس سلبا على حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم في ظروف استثنائية تعيشها البلاد. دكتور، حينما نريد أن نناقش مسألة التعليم وما أعلن ما أعلنته الوزارة عن قضية تأجيل العام الدراسي ويعني نكث كل الوعود السابقة من مجانية التعليم ومن الوجبة المدرسية ومن الكتاب المدرسي لكل طالب وكل الكلام ده نجيبه بالتفصيل، لكن يعني هناك شيء مستقر في مخيلة الشباب السوداني اللي هم يعني الجيل الحديث، أنه التعليم كان في يعني أحسن حالاته قديما وجاءت الإنقاذ فدمرت هذه المنظومة التعليمية ويعني نقلت الحال من الآتي: كان الطالب يمشي جامعة الخرطوم بيحصل مرتب، الطلاب كانوا يلبسوا كويس في المدارس وبيحصلوا على 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 وجبة، في حين أن النظام السابق كان يتحدث أنه قام بثورة إنقاذ. الحقيقة تكمن أين في في في, في هذا الأمر؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هو صحيح طبعا لما تقارن الأمر بالإحصاءات والأرقام ستجد أن صحيح التعليم في السابق إلى تقريبا أواخر عهد النميري، أو لعلنا نقول بدايات الإنقاذ، يعني بداية 89-90 كان هناك امتيازات جيدة بالذات لطلاب جامعة الخرطوم، طلاب خلينا نقول الفيرست جنريشن يونيفرسيتيز، الجيل الأول من الجامعات اللي هي كانت جامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة وجامعة نوران الإسلامية. صحيح كان في امتيازات دي لأنه أصلا عدد الطلاب نفسه كان محدود وقليل، والطلاب اللي بيرتادوا الجامعات كان قليل، والوظيفة كانت في ذلك الوقت يعني كانت مجدية جدا بالمناسبة، وكان التوظيف يحصل بالشهادة الثانوية.
والموظف يعني يسمح له بأن يأخذ تدريب أثناء الخدمة، بل ويدرس أصلا أيضا أثناء الخدمة. والبعض كان يجد في دخوله من خلال الوظيفة لمعاهد التعليم العالي أو كلياته أو حتى الجامعات، كان يمكن حتى أيسر من موضوع المنافسة العامة مع الامتحان الثانوية وكذا يعني. فهذه بل مش كده وبس، بل كانت فرص الابتعاث للخارج عادة أكثرها عند الموظفين، يعني الموظف اللي يقبل هناك معايير معينة بها، إذا كان جيد في أدائه بيرسل، زي ما حمدوك ذاته مشى وكل بالضبط كده. ف يعني للدراسات الفيرست ديجري ولا الدراسات العليا يعني. نعم، بالتالي احنا كنا بنتحدث عن جامعات كانت محدودة العدد، فيها طلاب محدودين، وكانت خلينا نقول جودة البيئة التعليمية كانت جيدة. هذا طيب. صحيح. لماذا لماذا يعني الاتهام واضح، لماذا قامت الإنقاذ بتدمير هذه البيئة؟ هو طبعا يعني انت ما تستطيع تقول تدمير، لانه يعني لا اتصور سوداني ايا كان توجهه يعني الايديولوجي ولا وات ايفر يشتغل كده بالمقصود ان يدمر مثلا بنيه تحتيه لتعليم طيب الحصل شنو صح يعني؟ الذي حدث هو اتساع رقعه التعليم الاساسي والتعليم الثانوي، وبالتالي اتساع عدد الطلبه الذين يعني يستحقوا الدراسات الجامعيه. وبالتالي يعني كان لابد من ان يعني تكون هناك بعض التضحيات لبعض الاشياء يعني. نعم، احنا نتكلم انه بقت تقريبا معظم الولايات فيها جامعات او فروع من جامعات. فتعملت ثوره التعليم العالي، ثوره التعليم العالي كان عندها سلبيات وكان عندها ايجابيات قطعا يعني. يعني احنا ممكن نتكلم انه حصل توسع افقي في التعليم، الجوده خفض شيئا من الجوده. نحن ما قدرنا نقول كل يعني الجودة انتهت في السودان، لا، هذا اتهام خطير جدا جدا للتعليم العالي في السودان. الجودة موجودة لكنها بالقطع لم تكن كالجودة السابقة، وده كلام منطقي يعني أن تركز الجامعات على عدد قليل محدود، غير ووزارة التعليم العالي في حد ذاتها، غير أن تركز على 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 قطاع واسع من الجامعات وقطاع واسع من طلاب التعليم العالي. ده كلام معروف يعني. فهي هي هي هذه هي الإشكاليات. تبقى بعد كده المسألة ليست على الحكومة، تبقى المسألة بعد كده على الأكاديميين وعلى على على مجتمع الجامعات والأكاديمية في البلد، ويبقى بعد كده قضية الارتفاع بالجودة وبالمستوى والتطوير المستمر يبقى عليهم هم. طيب، وليس وبالتالي وبالتالي الحقيقة التي يمكن أن تقال هنا للتاريخ بأن التعليم قديما كان فيه جودة في البيئة بسبب الضيق والإمكانيات الجيدة نعم. ثم بعد ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية لم تستطع الدولة الإيفاء بهذه الالتزامات والاتساع، واتسعت الرقعة وشملت أعداد أكبر من الخريجين وأعداد أكبر من التعليم، وحتى مستويات الأمية انخفضت في عموم البلاد. ما في شك. نعم دكتور، يعني احنا بنتكلم عن الحكومة التي الآن مضى عليها سنة، والحكومة التي كانت في لها وعود، كان كلام كثير بيحصل في وقتها في ميدان الاعتصام وحتى عبر الأسافير. كان تتهم الحكومة السابقة بأنها يعني هي مارست التدمير منهج للتعليم، والتعليم ما كان مناسب، وبالتأكيد الكل يطمح لتعليم جيد في أي بلد يريد أن يعيش فيه، ويزور بطمح بلد يكون أحسن بلد في التعليم. الكلام كان فيه مستويات، نتكلم عن مجانية التعليم، بنتكلم عن الوجبة المدرسية، بنتكلم عن مجانية الكتابة المدرسية وصوله لكل الطلاب، بنتكلم عن تحسين البيئة المدرسية، وكان الأمر يتناقش بأنه إذا حولت المبالغ التي كان حسب الاتهام أنه أفراد النظام السابق كانوا بيأخذوها لأنفسهم، إذا حولت هذه الميزانيات للتعليم وأيضا قلت ميزانيات الحرب وحولت للتعليم، البلد يعني يشهد قفزة في التعليم. يخرج علينا البيان الصحفي لوزير التربية والتعليم بيقول أنه العام الدراسي كله يؤجل إلى نوفمبر، وبيعتذر عن قضية مجانية التعليم، بيعتذر عن يعني الالتزام، لكن ما في إمكانية له حالية. موضوع الوجبة المدرسية، موضوع الكتاب، تعليقكم على كل هذا؟
طبعا، لانه هؤلاء الناس للاسف الشديد في ميدان الاعتصام كانت القضيه هي بروباغندا ودعايه ومحاوله لان يكسبوا في الحقيقه صف الثوره وان يسهلوا على انفسهم سرقتها. كانوا وايضا كلام ناس واضح انهم يجهلوا حتى مستوى إمكانيات البلد ومستوى الضرر الموجود في الحقيقة على في 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 مؤسسات التعليم العام والثانوي. فهي يعني بالأسف الشديد يعني واحد يجي بملء فيه يقول الكلام ده، لما شخص يقول الكلام ده وهو نفسه من نفس القطاع يعين وزير، هذا يعني أنهم ينبغي أن يكون عندهم دراسات وعندهم تقييم مسبق وعندهم أشياء كثيرة مسبقة. لذلك أعلنوا هذا أعلنوا هذه الالتزامات، التزامات الثقيلة جدا في الحقيقة اللي أعلنوها هم الآن. لذلك يعني كان لابد من أنهم يجي يعملوا مؤتمر زي ده عشان يتنصلوا منها، وما حيستطيعوا. هو كان الوزير يمكن واضح في كلامه، قال إحنا لو فتحنا المدارس في يوم 27 سبتمبر الطلاب ما حيلقوا كتب، بالتأكيد البنية التحتية للمدارس لا يمكن إصلاحها في 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 أسبوعين، بيتكلم عن الأسبوعين ديل، لأنه ما ممكن حيصلحوا البنية التحتية للمدارس. ويقول دي الحجج اللي هي، قال حتى بعض الطلاب لو داوموا يعني مشوا للعام الدراسي ممكن بعد أسبوعين يتركوا الدراسة بسبب الجوع. على كل حال هو دي 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 حاله كان ينبغي ان تكون مدروسه حتى قبل اعلان هو اصلا يا دكتور مقبول ان الوزير يقول بعد اسبوعين دي ما بتكفينا؟ طيب الفتره فاتت كانت شنو؟ ودل هو ما انا هذا الذي وددت ان اقوله. انت يا اخي ما هو حجم الضرر؟ انت حتى ما قلت للناس حجم الضرر شنو، حتى من الفيضانات ولا من الكلام اللي انت قاعد تقوله ده، كم تضرر الناس يعني؟ هم بيتكلموا البيئة التعليمية كلها هي أصلاً سابقاً كان فيها مشاكل، يعني صحيح البيئة التعليمية كان فيها مشاكل، لكنها مشاكل لم توقف الدراسة ولا ينبغي لها أن توقف الدراسة. يعني إذا في عدد من المدارس وعدد من المناطق تضررت مثلاً بالخريف، أنا أتصور دي نسبتها كم يعني؟ لا هو الخريف هنا ليس يعني، وإن كان هو وضع ضمن الحجج لكن يبدو أنه ليس هو العامل الحاسم في الموضوع. لذلك أنا أقول يعني هم ناس ما جاهزين، ناس شغالين عمل شغل اليوم باليوم، ناس ما استعدوا اصلا، ويقولوا لا نحن عندنا رؤيه، ورؤيتك دي وين؟ الكلام اللي ذكره ده 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 ما شغل ناس كان عندهم رؤيه وعندهم ترتيب وعندهم عمل. انت 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 ما تعرف كم امكانياتك، ما تعرف اذا انت لا تعرف حجم الضرر ولا تعرف كم امكانياتك، ما كان ينبغي لك اصلا ان تلتزم بقضايا لتكسب بها نقاط عند الشعب السوداني، لتقول والله مجانيه التعليم ووجبه مدرسيه ومش عارف وكلام زي كده. انت 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 عشان كده هم انا الصوره انه هو دائما يغيب عنهم انهم هم حكومه انتقاليه، هذا دائما يغيب عنهم. لذلك يحملوا انفسهم فوق ما يطيقون. احنا خلينا نشوف السبب الرئيسي الاساسي لتاجيل العام الدراسي، نشاهد معا القراي وتعليقه على موضوع تاجيل العام الدراسي. المشكله اللي هسه حاصله أنا بفتكر أنه في متطلبات ضرورية لبداية العام الدراسي الجديد، منها توفر الكتب حتى القديمة، منها البيئة المدرسية، منها ظروف البلد. الوضع الاقتصادي اللي تكلمت عنه السيدة الوزيرة المالية كان انعكاساته ارتفاع مفاجئ وخيالي في مسألة الأسعار وفي المواصلات وفي أكل الناس وشرابهم، وفتح المدارس في الظروف الاقتصادية زي دي بسوق المدارس لمظاهرات والجامعات بالذات وعلى الاضطراب. ففي ظروف كثيرة جدا في تقديري تقتضي أنه يؤجل العام الدراسي. نعم، إذا يعني القراي بيقول يعني هم حتى في الجامعات بالذات يعني خايفين من المظاهرات، إذا كان الشعب هو الذي فوضهم للحكومة مظاهرات فوق شنو؟ والله القراي قال واضحة صراحة، يعني صراحة أول مرة كده يجي واحد مسؤول زي القراي كده يبقى زول صريح وشفاف. هؤلاء الناس واحدة من الأسباب الرئيسية في الحقيقة لعدم فتح الجامعات
والتي انا على قناعه كامله حتى في 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 في, في الجامعات الولائيه كلها يمكنها ان تبدا. المشكله شنو؟ انت معطل الناس الان عام دراسي كامل وتريد ان تؤخر الناس عاما دراسيا اخرا. يعني الحاجات اللي هو بيتكلم عنها دي حيعديها 200 اذا 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 اصلا انت ما عملت فيها في خلال فتره توقف العام الدراسي بكامله. انت ما اشتغلت على توفير الكتاب المدرسي وعلى وعلى تيسير البيئه المدرسيه. هل متوقع خلال شهرين يقدر يعمل الحاجات دي؟ على طول. اذا هو لا اذا هي اصلا غير جاهزه لن يستطيعوا ان يفعلوها خلال الفتره اللي هم من الان الى نوفمبر. هذا كلام لا يمكن اصلا. لذلك هم لذلك احنا بس كنا عاوزين نمشي مع الحقيقه مع يمكن مع موضوع الحلقه ومع وما من الاول كده نقول. لكن والله القرنيه قالوا واضحه صراحه واضحه شديد انه الهدف وراء التأجيل الآن هو الضائقات الحاصلة في البلد التي هم يعرفوا تماما أن هؤلاء الشباب الذين هم كانوا هم وقود هذه الثورة ناس عاقلين وناس واعين جدا جدا وناس ما عندهم أي شيء يربطهم بقوى الحرية والتغيير. الذي يربطهم بهم هو 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 ظنهم أن هؤلاء الناس يمكن أن يخرجوا البلد من وهدته، لكنهم علموا أن هؤلاء الناس فشل ولا يمكنهم أن يؤدوا ذلك. لذلك هم الآن يخافوا منهم، يخافوا أنهم الجامعات هي مراكز تجمع يمكن بها تنظيم صفوف طلاب الجامعات بشكل كبير. هم يعرفوا وزنهم في 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 صفوف الثورة. لذلك يعني سيصروا بالمناسبة على 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 تأجيل العام الدراسي. هذا كلام مقطوع به، والكلام اللي قالوا ده هو الكلام الصواب، هو الكلام الصواب تماما. وضع اقتصادي سيء جدا، لانه مش لانه ناس جو من القمر عملوا كلام ده، لانه هم فشلوا في اصلاحه، لانه فشلوا حتى في ايقاف التدهور اصلا. خليك انهم يحسنوا الامر. لما القراي اعتذر يقول انا ما قدرت، يعني يعتذر ويقول ما قدرنا على طباعه المنهج الجديد الذي كان يفترض ان يسلم بدايه العام الدراسي الجديد. الا يؤكد ذلك ما كنا نجنح عليه سابقا من ان القراي قاعد شغال في تعديل مناهج والبلد في ازمه اقتصاديه، ويعني ده ما وقته؟ طبعا ما وقته وده 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 ما من حقه. هذا ليس ده ما من حق اي حكومه انتقاليه اطول. المناهج دي هي واحده من قضايا البلد التي تطرح حتى على برلمان البلد. القراي عشان كده نحن قاعدين نقول للشعب السوداني، يا شعب السوداني لا تنام، لا تنام يا حراس الثوره، لا تناموا. هؤلاء الناس عندهم أجندة حقتهم، هم حقت الجمهوريين وحقت الشيوعيين وحقت اليسار اللي ما عندهم أصلا جذور في هذه البلد، فعايزين يمرروها. عرفوا إنه لن يستطيعوا أن يمروها من خلالكم، فسيمروها من خلال الكتاب المدرسي. نعم. كتاب المدرسي بالمناسبة تكلفة طباعته ليست بالأمر اليسير، عشان أنت تطبع كتاب مدرسي. وبالتالي هو عجز عنه الآن. تماما عجز عنه الآن. الكتاب المدرسي القديم ما موجود، موجود الكتاب المدرسي القديم. والمشكلة هسه لمه في الجد، موجود في الأسواق وموجود. هسه بيقول لمه في القديم لا لمه في الجديد. تماما لا لمه في القديم لا لمه في الجديد. هذا فشل، وفشل كبير جدا جدا جدا. انا طيب القراي وقسم المناهج وغيره اللي مفروض ما عنده وزن غير انه يشتغل لما يطلب منه تعديل منهج، لما يطلب منه، مش من عنده كده، مش من عنده يقول والله نحن لا. لما تكون في دراسات حقيقيه وفي تقييم حقيقي لمنهج من المناهج لماده من المواد، يقال والله هذه الماده الان لا تفي بالحاجات التربويه والحاجات التعليميه وحاجات المهاريه للطلاب في هذه المرحله، فعليه ينبغي ان 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 ان, أن, أن يعدل هذا المنهج او يضاف اليه او واتيفر، حينها يشتغل قسم المناهج. لكن ان يبدا قسم المناهج مباشره يشتغل بفكر زول جاي بأيديولوجية معينة، هذا كلام مقصود وكلام عنده هدف وكلام الدولة لا تتحمله أصلا. نعم. وزير التربية أصلا بيقول إذا لم يكن هناك تغيير حقيقي في المناهج فلا فائدة من الثورة. الثورة أصلا مركب عشان المناهج يا دكتور. ودي واحدة من الإشكال. لذلك أنا قلت لك ده الفريق، الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه ده فريق جاي مهيئ، دي قاعدوا مع بعض قبلاً بعداً بعد الثورة قبل الثورة وطيفة، دي الناس جو عندهم الشغل ده العزين يعملوه للمناهج ده. دي الاتفاقية اللي تمت بين الفصائل دي في الخارج، في إنه والله الجمهوريين، أنا ما أدري على كل حال وزير التربية والتعليم ده إلى أي علم ينتمي، لكنه
لكن واضح انه ديل ده فريق جاي على اساس يغير، على اساس يستعمل وزاره التربيه والتعليم وادواتها ومنها المناهج في 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 في, في انزال كثير من مما يريد ان ينزلوه من 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 افكار واراء. لكن والله يقول لهم لا تحسبوا ان هذا امرا هينا، ولا تحسبوا ان الشعب السوداني نائم، والله الذي لا اله غيره مش العلماء ولا الخبراء التربويين ولا خبراء المناهج ولا غيره، وانما الطلاب انفسهم، الطلاب أنفسهم سيكتشفوا إن شاء الله تعالى بمهارتهم سيكتشفوا ما السوء الذي سيكون في هذه المناهج قبل الخبراء أصلا ذاته. نعم. دكتور اسمح لي أن أخذ معي عبر الهاتف الدكتور ياسر أبو حراز الخبير في التربية والتعليم ومدير السابق للمناهج في وقت الرضا. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بالإخوة الكرام في قناة طيبة والإخوة المشاهدين. الله يبارك فيكم دكتور. يعني يمكن استمعت للمؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم وأيضا إدارة المناهج، إحنا دارين نسأل بعض الأسئلة هنا. هل ما يتم الحديث عنه من تأجيل العام الدراسي وعدم الاستعداد وعدم توفر الكتب ده عنده سوابق في وزارة التربية والتعليم أو كانت المبررات حتى منطقية بالنسبة لكم؟ طيب حقيقة يعني أولا لابد يعني في حقائق عن التعليم العام في السودان إحنا نشير لها بسرعة. نعم. إنه السودان أصلا حقيقة يعد بخبرة في مجال إعداد وتطوير المناهج وفي مجال تدريب المعلمين وفي مجال محولومية وتعليم الكبار. حقيقة تانية عشان تعيننا نوضح الصورة تحت التعليم العام في السودان لازم نشوف الإحصائية ذاتها بتاعت الطلاب والمعلمين وكذا. يعني مثلا الطلاب عندنا في السودان جملتهم حوالي 9 مليون تلميذ وطالب، لأنه في مرحلة رياض الأطفال فيها حوالي مليون طفل، في مرحلة الأساس 6 مليون و500 ألف تلميذ وتلميذة. نعم. وبالمرحلة الثانوية حوالي 1,500,000 طالب وطالبة. نعم. فالجملة حوالي 9 مليون حتى نهاية العام الدراسي السابق 2019. كمان أيضا لابد أن نشير إلى أن نظام الحكم في السودان هو نظام لا مركزي. نعم. وهذا النظام اللا مركزي أقرته الوثيقة الدستورية في المادة الأولى منها، وهناك كما هو معلوم ثلاثة مستويات للحكم في السودان حسب هذا النظام: المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي. نعم. ولكل مستوى دور يقوم به في مجال التعليم العام. يعني وزارة التربية والتعليم الاتحادية لها مهام، وزارات التربية والتعليم الولائية لها مهام، المحليات لها مهام. نعم. من مهام وزارة التربية والتعليم الاتحادية إعداد وتطوير المناهج. نعم. وهذا الأمر يقوم به المركز القومي للمناهج والبحث التربوي في مخت الرضا. نعم. وأيضا إدارة امتحانات الشهادة الثانوية. شهادة الأساس ولائية، لكن الشهادة الثانوية والآن تجرى امتحانات الشهادة الثانوية هي شأن اتحادي. نعم. أيضا التخطيط التربوي وإدارة النشاط الطلابي القومي وتدريب المدربين وإعداد أدلة التدريب، أيضا هذا شأن اتحادي بيقوم به المركز القومي لتدريب المعلمين. نعم. في إدارة اسمها الإدارة الثقافية والتربوية الخارجية، دي تدير مدارس الصداقة خارج السودان. أيضا الوزارة الاتحادية تشرف مركزيا على محولومية وتعليم الكبار. نعم. طيب وزارات التربية والتعليم في الولايات لها مهام محددة عشان ما يكون في تضارب في المهام. الوزارات التربية والتعليم الولائية من مهامها طباعة الكتاب المدرسي ومراشد المعلمين. طيب. وتدريب المعلمين، لكن وفقا لرؤية وخطة المركز القومي لتدريب المعلمين. أيضا الإجلاس، صيانة المدارس، بناء المدارس، توفير الوجبة المدرسية. هذا كله حقيقة من مهام وزارات التربية والتعليم في الولايات. اصلا في تكامل ادوار بين وزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارات التربية والتعليم الولائية والمحليات. لما اي جهة تقوم بدورها العملية التربوية والتعليمية بتمشي بالصورة المطلوبة. طيب الحصل شنو هسه؟ لما يكون في تضارب. ايوه، لما يكون في تضارب وتداخل في الاختصاصات يعني المسألة بتتعقد طبعا.
يعني على سبيل المثال يعني انت عفوا بس دكتور اسمح لي دكتور اسمح لي الان انت بتقول انه سبب المشكله دي الحاصله الان في تاخير العام الدراسي هو حصول تضارب ومشاكل ما بين الصلاحيات الاتحاديه والولائيه ولا حاجه ثانيه؟ ايوه يعني مثلا طباعه الكتاب المدرسي ما شان وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه، ده شغل الولايات. أيوة. الوزاره الاتحاديه بتوفر اصول الكتب المدرسيه وبتسلم هذه الاصول الكترونيا او ورقيا، بتسلمها لوزارات التربيه والتعليم في الولايات. الولايات بدورها هي اللي بتطبع. طيب الاجلاس ما شغل الوزاره الاتحاديه، توفير الوجبه المدرسيه ما شغل الوزاره الاتحاديه، ده شغل وزارات التربيه والتعليم في الولايات. حتى صيانه المدارس، لانه اي وزاره في الولايه عندها ميزانيه وعندها خطه بتعملها وبتنفذها تحت اشراف الوزاره الاتحاديه. لكن الكلام ده يعني عفوا دكتور، الكلام ده ما يتغير بعد التغيير اللي حصل؟ مستمر ما زال على نفس الشكل؟ والله شفت ما دي الوضع الطبيعي اللي كان ماشي وكانت الامور منسابه بصوره طبيعيه، لكن الان لما الاخوه مثلا في الوزاره الاتحاديه ممثلين في المركز القومي للمناهج يقول هم يطبعوا الكتاب المدرسي، الطباعه دي حقت الولايات حقيقه ما حقت الوزاره الاتحاديه. لما يقولوا دارين نوفر الوجبه المدرسيه، الميزانيه اصلا هي في الولايات، هو ده حكم لا مركزي، ميزانيه التعليم في الولايات وليس في وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه. اي ولايه عندها ميزانيه بتمشي بها التعليم، حتى مرتبات المعلمين شان ولائي ما شان وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه. الاتحاديه اصلا ما عندها ميزانيه، الاتحاديه عندها ميزانيه تسير بها شغل الاتحادي فقط، لكن ما تقدر تمشي التعليم كله على مستوى الولايات، لا. نعم. انتوا ايضا مش في شق اخر، الشغل اللي قايم به يعني الرئيس المناهج القراي في خصوص هذه التعديلات على المنهج، وبعدين كلامه على انه الكتاب القديم ما موجود والكتاب الجديد ذاته ما موجود، تقييمكم له وانتم في التجارب السابقه؟ اصلا وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه من سنوات طويله او من الاستقلال في 56 1900 كان بتقيم مؤتمرات قومية للتعليم، هذه المؤتمرات بتصدر توصيات يتم تنفيذ هذه التوصيات. نعم. فأول مؤتمر قومي للتعليم في السودان كان في 1969. نعم. وآخر مؤتمر قومي للتعليم كان في 2012. نعم. بالإضافة للمؤتمر الأخير العقد هنا في العهد الجديد هنا الآن في قاعة الصداقة. لكن المؤتمرات القومية بتعين الوزارة الاتحادية بتصدر توصيات، التوصيات دي في توصيات اتحادية وتنفيذها وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وهناك توصيات للولايات يتم تنفيذها في الولايات، زي ما كان بيتم سنويا إجراء مؤتمرات تنسيقية بين الوزارة الاتحادية والولايات، يتم استدعاء وزراء التربية والتعليم من الولايات ومديرين عام التعليم من الولايات مع الوزارة الاتحادية سنويا، بيقعدوا مع بعض وبينسقوا وبيعملوا مؤتمرات مصغره للتعليم. هل ده حصل هسي في تغيير المنهج الحالي؟ هل ده حصل؟ لا ما حصل، هو طبعا مفروض ايه يعني التوصيات بتاعت المؤتمرات القوميه هي التي تنفذ، لانه جمع منهج لكل ابناء وبنات السودان في مختلف الولايات. صحيح. يعني ما شغل حق وزاره اتحاديه، لازم الناس كلها بيشتركوا، الولايات تشارك، كليات التربيه تشارك، خبراء التعليم العام والعالي يشاركوا، كل الجهات المعنيه تشارك، والناس يطلعوا برؤيه موحده متفق عليها، وبعد كده يتم يعني تنفيذ المنهج وطباعته الى اخره من التفاصيل. نعم. لكن الوزاره الاتحاديه ما مناط بها كل التفاصيل دي، لا، لابد من اشراك الولايات. نعم. ما هو ده تعليم يعني. نعم ده مثل انا عاوز اختم معك بس في الحته الجايه، هل عندكم تواصل مع قضيه مرتبات العاملين والوقفات الاحتجاجيه التي تمت؟ والله هو اصلا الاضرابات الاحتجاجيه ما حاجه مشروعه، لكن اصلا في نقابه للمعلمين اتحاديه هنا اسمها النقابه العامه لعمال التعليم العام في السودان. نعم. وهذه النقابه عندها فروع في الولايات. نعم. لما يحصل احتجاجات او تتاخر مرتبات المعلمين والمعلمين يتضجروا وعايزين يدخلوا في اضراب وكذا كوسيله ضغط عشان يدوا مرتباتهم، هنا حقيقه بتتدخل النقابه
بتاعت المعلمين في الولاية وبتجلس مع القائمين على أمر التعليم في الولاية حتى يصلوا إلى حلول. وأيضا النقابة المركزية في الخرطوم بترسل مناديب أو ممثلين بيجوا للولاية المعينة اللي فيها الإشكال وبيصلوا إلى حلول يعني مرضية للطرفين عشان المعلمين ما يتضرروا والطلاب ما يتضرروا والعملية التعليمية تنتاب. نعم دكتور ياسر أبو حراز الخبير التربوي ومدير السابق للمناهج، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. دكتور يعني لعلي أتوقف، احنا نتكلم عن رجل خبرة يتكلم من منطلق معرفة، المناهج تم صياغتها على خلاف الطريقة، يعني افترض احنا في بعد الثورة افترض يكون في تشارك واستجلاب للخبرات، احنا نتكلم عن ناس يعني بيشتغلوا في أنفسهم ومركزية أكثر، هم يتكلموا دائما أنه احنا لازم ندي حقوق الأطراف المهمشين الذين ظلموا في الفترات السابقة. ما تعليقكم على ما قالوا؟ التعليق نكرر الكلام الذي قلناه سابقا والقاعد يقال في الأسافير وقاعد يقولوا الخبراء زي ما سمعنا الآن من أخونا دكتور ياسر أبو حراز، وأنا أحييه من هنا. واضح أن الموضوع يعني قضية مقصودة، هؤلاء الناس عندهم ما يريدوا تمريره من خلال تعديل المناهج، وما عاوزين ينتظروا انتخابات ولا عاوزين مجلس تشريعي ولا ينتظروا أي أحد ولا ينتظروا مجلس تشريعي، بل مشكلة وبس. أنا تناقل إلى مسامعي أن القراي ما وضع في هذا المكان هو وفريقه إلا لأنه وعد بأنه والله في هناك من يدعم العمل الذي هو سيقوم به. وبعدين في نهاية في, 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 في موضوع الطباعة، ما لأنه واضح إنه السبونسرز الناس اللي دفعوهم عشان يعملوا كلام زي ده، لأنهم يعرفوا يعني قيمة الدين وقيمة العقيدة وقيمة الأخلاق عند الشعب السوداني، عارفين الكلام ده، عشان كده اكتشفوا انه ناس زي ده لا يستطيعوا ان يعملوا هذه الثوره التي يريدوها منهم بتغيير المناهج والحديث عن الاسلام بهذه الطريقه التي يريدها الغرب في الحقيقه. فلذلك انا على قناعه كامله انهم باذن الله تعالى يستطيعوا، طالما ان في السودان خبراء. السودان زي ما قال الدكتور، السودان ده كان يعتبر الى عهد قريب بيت خبره في 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 وضع المناهج وفي تعليم الكبار وفي اللغة العربية الناطقين بغيرها وأشياء كثيرة. السودان فيها يعتبر الحقيقة في المنطقة بيت خبرة. أنا دكتور الوقت يضيق على هذا المحور، هنا عندي يعني هذه الأوراق فيها بيانين، يعني المشكلة لم تقتصر فقط على قضية تأجيل العام الدراسي بالنسبة للمدارس، لكن الكلام وصل إلى التعليم العالي. كان في عهد وزير المالية السابق البدوي كان حصل رفع لمرتبات العاملين وبقطاع التعليم، وكان الناس استقبلت هذا الأمر، الناس العاديين طبعا استقبلوا هذا الأمر بالاستبشار بأنه يكون في تقدير للمعلمين، وبالتأكيد الكل يركز على أهمية إعادة دور المعلم وتقديره. الخبراء الاقتصاديين عندهم رأي تاني وده بيعمل تضخم وأشياء كثيرة يعني، لكن الحاصل أنه الآن في مناكفات ما بين وزارة التعليم العالي و وزارة المالية في موضوع صرف مرتبات العاملين على السلم القديم ولا السلم الجديد ومسؤوليات الطرفين. ممكن نشاهد معا الكليب يعني لبعض الاحتجاجات التي قام بها العاملون والذين تواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلبوا إيصال صوتهم، نشاهد معا. نعم يعني هناك ايضا فيديوهات اخرى تظهر يعني حتى يعني ربما احتجاجات داخل الدوائر الرسمية. دكتور الان هذا الخطاب من وزارة التعليم العالي ولا لديكم نسخة منه، يعني هو يتكلم انه اود افيدكم بان الادارة العامة لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد استلمت مبلغ كذا وعبارة عن مرتبات الشهرية قبل الزيادات الاخيرة، وانتظرنا اكمال المبلغ لكن خلال 14 يوم 14 سبتمبر يعني كانت آخر محاولة وزيرة التعليم العالي ومقابلة لها مع وزيرة المالية لاستكمال المبلغ، لكن وزيرة المالية أفادت أنها غير مسؤولة عن تغذية المرتبات وإنما تقوم بدفع دعم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علما بأن الدعم هو المرتبات،
والمبلغ المذكور هو عبارة عن مرتبات قبل التعديل والورق موقع من المدير التنفيذي للمكتب الوزاري. في الورقة الثانية دي بنشوف البيان لتجمع الأساتذة الجامعيين، ويعني بيتكلموا أنهم متابعوا بقلق موضوع تأخر صرف مرتبات الشهور الماضية، وأنهم بيستنكروا هذا الأمر واعتبروا تقصير واضح بين وزارة المالية والتعليم العالي، وتمهل اللجنة وزارة التعليم العالي 3 أيام من 15 سبتمبر، وإلا سوف يدخل أساتذة كده في إضراب شامل مفتوح بدءا من الأحد المقبل اللي هو يوم 20، وتهيب اللجنة جميع فئات الأسرة الجامعية من أساتذة وموظفين وعمال المشاركة الفاعلة واستعداد لإنجاح الإضراب، والمرحلة القادمة سوف تكون هي الحاسمة في تحقيق مطالبنا. ومذيل البيان بلجنة المطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية. دكتور، يعني فشل في إطلاق العام الدراسي، فشل في يعني تجهيز المناهج الجديدة، فشل في طباعة الكتاب المدرسي، فشل في توفير الوجبة المدرسية، فشل في إصلاح البيئة المدرسية، وفشل في الإيفاء برواتب وزارة التعليم العالي. ما تقييمكم لكل هذا؟ إدمان الفشل، إدمان الفشل الذي قلناه، واللي أصلا هم للأسف الشديد ما دارين يتوقفوا، يعني لا يريدوا أن يتوقفوا ليقولوا يعني دعونا نصحح البدايات، لأنه إحنا من البداية قلنا إنه والله يعني فساد الابتداء سيمشي مع الطريق إلى آخره، لابد من وقفة لتغيير فساد الابتداء هذا، لأنه هؤلاء الناس كلهم ناشطون يا شيخ، ديل هؤلاء ليسوا رجال دولة، فكونوا يفشلوا في الاستعداد لعام دراسي يعني عطل كم مرة، هذا فشل ضخم وفشل كبير جدا. لا يكلمونا على أنه لم نستطع، لماذا لم تستطع؟ إذن اذهب واترك المجال لمن يستطيعوا أن يحركوا القطاع الخاص، لمن يستطيعوا أن يحركوا يعني قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. أنت لأنك ما عندك مقبولية، لأنك ما عندك تواصل مباشر مع هذا المجتمع المسكين، أنت ما جيت عشان تخدم المجتمع، أنت جيت عشان تخدم أيديولوجيا معينة وسبونسر وراك دافعينك عشان تشتغل الشغل ده كله، وبإذن الله تعالى لن يكون التعليم العالي. يا أخي وزير المالية حينما أراد أن يعلن هذا الكلام ما غنيتوا كلكم غنيتوا لفرحة الناس، وشعرتوا إنه أيوة والله ده يعني فتح لكم باب جديد وكده، خلى الناس ينسوا كثير من الإخفاقات وكثير من يعني كانت محطة في الحقيقة محطة إعلان الرواتب الجديدة، والناس نسوا. يعني أنا شخصيا من الذين يعني قلت يا شيخ أترك الناس، يعني أترك قضية التفكير الآن في قضية زيادة التضخم ومش عارف إيش والكده، خلي خلاص كويس، خلي هذا قرار شجاع، وأنا قلت في المنبر ده قرار شجاع، وخلي يتحملوا هؤلاء مسؤولية هذا الأمر، لكنهم واضح جدا أنهم حتى هذا فعلوه من أجل أن كما قلنا يأخذوا محطة كده ويقطعوا السلسلة بتاعت عدم القبول المتواصل الذي كان على مستوى هذا الشعب السوداني وعلى مستوى الثورة. قضايا التعليم أيضا متشعبة والمشاكل فيها كثيرة. يعني إحنا أيضا يعني وقفنا على قضية موضوع مهم يعني للطلاب في الخارج، حيث فجأة الحكومة أوقفت التحويلات للطلاب عن طريق الويسترن يونيون، والأمر ده خلى بعض الطلاب يعني الآن بدون مأوى وأخرجوا من مساكنهم. ممكن جاتنا بعض الصور في القناة، وللأسف طبعا كنا بنحاول نتواصل مع بعض أولياء الأمور بحيث أنه نشركهم عبر اتصال مباشر يشرحوا فيه مشكلتهم، لكن جاءتنا الرسائل بأنه الناس ديل يعني بيخافوا عديل من الحكومة أنه بعدين تعاكس لهم الموضوع. لكن إحنا أثرنا أنه نعرض هذه المشكلة في إطار تقييم عمل الحكومة. وهنا أسأل عن قضيتين، قضية عدم المبالاة بطلاب الخارج سواء قضية التحويلات المالية أو سابقا امتحانات الأساس وإشكالات اللي طرأت في ممتحنين من الخارج، وأيضا قضية هذا التخويف الذي يفرض على الشعب. هو جزء طبعا من هذا الفشل الكبير. يعني انت جيت
ومدارس الصداقة والطلاب الذين يمتحنون من مدارس خاصة كثيرة جدا على مستوى العالم، المدارس السودانية موجودة وموجودة منذ عشرات السنين، كان بس تواصل بس فيها في نفس الإطار تماما، يعني بدون يعني ما كنت تحتاج أنت لأي معالجات أخرى ولا معالجات جديدة، كان ينبغي لك أن فقط أن تعود إلى ملفاتهم السابقة وتمشي على ما مشى عليه الناس. أنت يا أخي أنت حكومة تسيير أعمال، لماذا تفتح على نفسك كل هذه القضايا التي جعلتهم بالمناسبة يعني في أداء متواضع سيء للأسف الشديد يا أخي. فأزعج الناس كثيرين بالمناسبة الآن في الخارج من الذين فاتتهم الامتحانات بسبب ضعف الترتيبات وضعف العمل، مع أن في كثير من الدول لا سيما دول الخليج مثلا، المدارس السودانية والممتحنين من أبناء السودانيين أولياء الأمور دافعين حتى تكلفة الذي سترسله الوزارة من السودان. نعم. فلماذا التقصير؟ لماذا التقصير وكان الأمر يمشي بسلاسة شديدة جدا جدا سابقا؟ أنا أعرف عدد من المدارس كان الأمر فيها يمشي بسلاسة شديدة، بل مشكلة وبس كثير جدا من الجاليات بالمناسبة كانت تدخل أبنائها في المدارس السودانية لأنها مرتبة، لأنها عندها مناهج واضحة، مناهج مقررة من دولة، لأنها الحكومة معترفة بها وبتأتي امتحاناتها ويأتي شخص من الدولة وتمشي امتحانات بشكل قانوني ومرتب وبإجراءات صحيحة مقنعة شفافة. لماذا الآن أصبح هناك إشكاليات والأمر كان يمشي له عشرات السنين؟ أخي هؤلاء الناس أدمنوا الفشل. شوفت كيف؟ أما بالنسبة لطلاب الخارج فهذا كلام خطير جدا جدا جدا. يا أخي طلاب الخارج ديل كم هم؟ كم طلاب الخارج ديل عشان تمنع منهم التحويلات بالويسترن يونيون؟ وكم أصلا أهاليهم قاعدين يستطيعوا يحولوا لهم من السودان يا أخي؟ نعم. كم بالله عليك يستطيعوا أن يحولوا لهم؟ دكتور طبعا المؤتمر الصحفي كان تشوبه كثير من الإشكالات، ممكن أن يزور يتابع، ممكن يرصد بعض الأشياء، من ضمنها مثل ما أوردت الوزير أنه إحنا كنا بنطمح أنه تكون ميزانية التعليم من 5-10%، لكن هي للأسف بقت 2%. 2% التي كانت تؤخذ على النظام السابق، وكأن يعني الوزراء هؤلاء يعني لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، لكن الملف كبير. وما زال عندنا موضوع مهم آخر أيضا كان شغل الرأي العام بالأمس، اللي هو قضية ما خرج خروج النائب العام معه أيضا ناطق باسم الدعم السريع الحديث عن مخطط إرهابي حسب وصفه كان ممكن يهدد بنسف الخرطوم كلها، وممكن نشاهد الكليب ده للنائب العام. فالآن هذه المواد الخطرة موجودة في مأمن لدى قوات الدعم السريع، تم عملية التحليل لدى الأدلة الجنائية وتوصلت الأدلة الجنائية إلى نتائج محددة إنه هذه متفجرات خطرة من شأنها أن تنسف كل العاصمة إذا لم أكن مخطئا. نعم، إذا كان هذا جزء أو جانب من المؤتمر الصحفي الذي خرج فيه النائب العام. دكتور الحديث كان عن يعني كمية من المواد المتفجرة، والحديث أيضا عن يعني أكثر من 40 معتقل. يعني ما ملاحظاتكم عموما عن هذا المؤتمر الصحفي الذي جرى يوم أمس؟ يا أخي للأسف الشديد يعني أولا دار أسأل ما شأن النائب العام بمتفجرات تضبط؟ ما شأنه؟ ما شأن شخص في الدعم السريع لمتفجرات تضبط؟ هذا عمل الشرطة وعمل الشرطة الجنائية، والشرطة الجنائية هي التي تبحث عن هذا وهي التي تقبض. وكيف أصلا يعني نائب عام يطلع في مؤتمر صحفي ضخم زي ده يبين فيه أن الوضع الأمني في البلد منفرط وأن هناك مشكلات وعمل إرهابي ومش عارف إيش في 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 موقف من أسوأ ما يكون، رسم صورة سيئة جدا عن الوضع الأمني في البلد. حتى التغطية الإعلامية دكتور، التغطية الإعلامية كانت كل القنوات العالمية مدعوة لها، والجزيرة. هذا كلام خطير يعني لماذا؟ لذلك نحن عشان كده نحن قاعدين نقول هؤلاء الناس أخي كل واحد فيهم شغال لشغل بتاع عنتريات حقته ونقاط له هو ومسائل له هو، ما عندها علاقة بقضايا السودان ولا. يا أخي قبل أن تخرج إلى يا أخي في مهارة في التعامل مع الإعلام يا أخي لكل مسؤول، بل بيشعروا إنه ناس وزارة الإعلام بيشعروا إنه هو ما بيعرف الكلام ده، بيوروه حتى بدرسوا البروتوكول ده بيوروه كوزير يعني متى يعمل مؤتمر صحفي ومتى لا يعمل مؤتمر صحفي. وده سؤال كبير أصلا ذاته لوزارة
لوزارة الإعلام في السودان. يا أخي كيف يمكنك أن تخرج أمام 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 حشد زي ده من 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 وسائل الإعلام العالمية لتقول للناس والله كم ضبطت كمية من المتفجرات يمكنها أن تنسف الخرطوم؟ الله أكبر يا خالد. الحين شيء نحن شفناه هي مواد عادية جدا. قالوا ده النموذج، لكن أنا داير ألفت انتباه النموذج كيف ما عدوه. قالوا 4 شوالات بتاعة يوريا اللي هي النترات الأمونيوم، وشفناه هنا 4 بتاعات ومجموعة بتاعة صوابح حق الديناميت وسيلك بتاع C4. هو بغض النظر دكتور، هل النائب العام يعني خبر زي ده ما بيأثر على الاقتصاد؟ في مستثمر ممكن يستثمر في الخرطوم التي ممكن أن تنسى؟ هذا الذي نقول، هذا الذي نقول. أنت حينما تصور الوضع الأمني في البلد بهذه الطريقة، أنت 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 ماذا تريد من المجتمع الدولي أن 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 أن, أن يصنفك؟ نعم. من المستثمر الذي دكتور سيأتي ليضحي؟ بل إذا كان حتى سوداني صاحب بلد يا أخوي، صدقني والله إذا هذا الرجل الآن يعني أوجد ذعرا. نحن كنا نتوقع إنه في الحقيقة صفر عظيم، ليس نتمنى، لكن كنا نتوقع إنه يجي يقول والله في مخطط إرهابي، والمخطط ده كان كده، وكان سيقتال الناس، وكان حيحصل تفجير المنطقة الفلانية، وكان حيسوي. الرجل ده تكلم عن مواد ضبطت عند ناس، هؤلاء الناس ممكن يكونوا معدنين بكل سهولة. وهو المعلومة التي قالها أغلب الناس، وحتى الناس تندرت على خطاب النائب العام. اسمح لي أن أخذ عبر الهاتف من خصوم فريق أول معاش محمد بشير سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لضيوفك ومشاهديك. نعم. سعادة الفريق، وإحنا يعني بنتناقش في هذا التصريح من نائب العام. أولا تقييمكم أنتم كعسكريين لقضية أنه والله هذه كان ممكن تنسف الخرطوم كلها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الواحد حقيقة يصاب بصدمة وبسخرية فيما قال السيد النائب العام. نعم. وأحسب أنه بدأ نقول هذا استحقار واستخفاف بالمواطن وبالجمهور الذي يتولى قيادته هذا النائب العام. نعم. قوم الدولة يتعامل مع جمهور وشعب ألقى حقوقه تماما وتحدث بما يراه في شأنه السياسي، ولكنه أخطأ خطأ فادحا، والنتائج سياسيا واقليميا ومحليا ودوليا نتائج سالبه. نعم. فيما اراد ان يقوله حين نعم. سعاده يعقل. نعم. سعاده الفريق، الكلام كثر في وسائل التواصل الاجتماعي ان المواد المضبوطه دي يعني هي مواد بيستخدموها المعدنين وبتصدقها القوات المسلحة لشركات التعدين، ووجود بهذه الكميات هو لا يمثل فعليا يعني خطر أمني كبير، وأن هناك مآرب أخرى وراء هذا الإعلان. أنتم يعني خبراء في هذا الشأن، ما تقييمكم للوضع؟ أنا تقييمي لما قاله النائب العام تقييم سالب انعكاسا علي وعلى سلطته الحالية. لعل النائب العام أراد أن يحدث بعدا جماهيريا من خلال الإثارة والترويج لما هو غير موجود أصلا، أو إن كان موجودا فليس هو بهذا التأثير وهذا التضخيم. أيقن عقلا أيقن أن تكون هناك متفجرات بحجم ما يصف العاصمة السودانية؟ أيقن. كيف دخل السودان؟ أين كانت؟ أي مستودعات كان؟ وأي مستودعات تستطيع أن تخزن فيها كل هذه الكمية التي تأتي في العاصمة القومية؟ هذا حديث لا فيه بعد علمي، لا فيه بعد سياسي، لا فيه بعد علمي، لا فيه بعد فني. كان من أجدى والأوفى للنائب العام أن يترك الحديث الفني لمنتخب المختصين إذا كان ذلك فعلا هذا الحجم الكبير من المتفجرات، وأن يعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة الذي عرض هو يمكن أن يصنع محليا. نعم. ويمكن أي فن يمكن أن يفجر به أي موضوع أن يفجره. وهذه المفجرات مثل ذكرها هنالك، وهو أربع صغانة منها وأحدث منها، وتحدث على TNT وهو يعرف ما هو TNT.
وتحدث عن سلوك وما هي السلوك وهذه المفجرات حقيقة يا أخي أصدر الحكومة على افتراضها عبر تصديق رسمي من الانفلال المسلحة. هل هذا التصريح التعديل سعادة الفريق هل هذا التصريح ممكن يعرض للمساءلة القانونية؟ هو رجال القانون الأول كان الفرض أن يضع هذا الأمر في الجانب القانوني والفني قبل أن يحول إلى الجانب السياسي. وهو خصم عليه الآن إذا كان أراد أن يكتب شعبا فهو قد فقد، وإذا أراد أن يشعب بين الدولية فهو قد فقد. يعني أمريكا التي الآن تسلم أن السودان به دور في المجال في غايمة الدول الإرهاب، هذا الأمر لن يأخذ السودان بل يزيد عليه النار استعانة ويقوي موقف أمريكا فإن السودان فعلا دولة إرهابية. نعم. وحتى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية على أن السودان دولة غير آمنة ومنع الرعاية والمستثمرين من دخول السودان، يمكن التصريحات دي كلها بتؤكد هذا الاتجاه. سعادة الفريق أول معاش محمد بشير سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور، يعني أختم بما بدأ به، يعني فعلا هل هذه التصريحات يعني ألا يكون لها تأثير على رفع السودان من قائمة دول راعي الإرهاب؟ أبدا، بالعكس، بل ستزيد الطين بلة مع المجتمع الدولي. كل الذين كانوا يفكرون أن هناك والله فرص في السودان يمكنهم أن يأتوا ليشاركوها مع الشعب السوداني يستفيدوا ويفيدوا، كل هؤلاء الآن سيفكروا أكثر من مرة في أن في 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 أن يأتوا. الرجل أراد أن يستفيد سياسيا فقط من هذا الأمر. أنا ما أدري لماذا سمحت له أصلا حتى الشرطة. هذا 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 بل ليس هذا فحسب، لم يظهر أبدا أن هناك غرض جنائي من الموضوع. ناس لقوا الحاجات دي، يعني لا لقوا إنه والله المسألة دي مرتبة عشان يركبوها مع بعض ولا حاجة. دي مواد متفرقة موجودة معروف بتستخدم عندها استخدامات سلمية، بالمناسبة ليس فقط في التعديل، حتى في الطرق. نعم. تستخدم حتى في الطرق في 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 في, في التمهيد في غيره، تستخدم هذه الأشياء. والكمية الموجودة دي كمية يستخدمها أي معد محلي طيب عنده جبل دارك. نعم. السيرو دكتور، لكن هنا لابد أن نذكر نقطة مهمة جدا، وأظنك تتفق معي بأننا ضد أي عمل عسكري وأي يعني سلاح أو حتى متفجرات خارج إطار الرسمي وخارج طبعاً إطار الدولة طبعاً. وندعو لإبعاد المناطق السكنية عن كل هذه المتفجرات، يعني حتى لو كانت لها استخدامات مدنية بالضبط، حفاظا على سلامة الناس. ونحن نشد على أيدي الدولة في القبض على أي متفلتين بالضبط، وكل من يستهدف البلد بأي شكل من أشكال الاستهداف، وضد أي عمل يستهدف يعني أن يكون السودان منطلق لعداء لأي دولة مجاورة يجر أذى للسودان. بالضبط، هذا هدف كبير الحقيقة للثورة ولكل السودانيين في الحقيقة. هؤلاء الناس الذين ضبطت عندهم في بيوتهم هذه المواد يحاسبوا لأنهم وضعوا هذه المواد في مناطق سكنية، تكون سكنية ومناطق لا ينبغي لهم أن إذا كانت وجدت في هذه المناطق أن إذا وجدت في هذه المناطق في الحقيقة. هذه مواد لا تخزن بهذه الطريقة. نعم دكتور، التصريح النائب العام قوبل صراحة يعني تكذيب واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعني ربما الصحفي زهير السراج وهو محسوب يعني أيضا على التيار يعني ربما الناس بتحسبه كده أنه من كتاب المقربين من يعني قحط ويعني حتى الاتجاه الشيوعي، والنائب العام الذي يتهم بأنه أيضا هو يعني من الاتجاه الشيوعي كان لهم يعني رؤية ناقدة أنه لماذا يفعل النائب العام هذا الأمر. ما دلالة أن يفقد الشعب مصداقيته أو ثقته بالنائب العام للدولة؟ كلام خطير، لأن النائب العام هو 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 هو, هو الشخص الذي ينوب عن الشأن العام قانونيا، ينوب عن المواطن، ينوب عن البلد تجاه أي جريمة تجاه. فلما يجي يستفيد ويعمل بروباغندا زي دي ومعركة في غير معترك، قطعا يعني الشعب السوداني دل بيمثل الشأن العام عند الهيئات العدلية في البلد. هذا كلام خطير وخطير جدا جدا. هل هذا استمرار للمسلسل بتاع النائب العام في تصرفات السابقة التصرفات السابقة الكثيرة جدا جدا وتدخلاته؟ ممكن نضع مشاهد في جزء من النائب العام. هناك كلام كثير على أنه كان يتدخل في قضية حتى القبض على بعض الناس، كان يتدخل في القبض على 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 لما تقدم قضايا حقيقية ضد بعض المتنفذين، إذا في قحط ولا في الثورة ولا أقصد في 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 في, 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 في
الحزب الشيوعي ولا في الحكومة أو المقربين منها كان يتدخل بطريقة سرية، حتى لو كانت القضايا صحيحة، حتى لو كانت القضايا صحيحة يتدخل في أنه يؤجل قبض، يمنع قبض. ربما هذا اللي خرج في بيانات وكلاء النيابة بالضبط كده، بيان وكلاء النيابة الواضح الذي تكلموا عنه، عن تدخله الواضح جدا في عملهم كوكلاء نيابة. فلما يكون نائب عام بالمناسبة ينبغي لكل دولة ولكل هيئات عدلية تحترم نفسها، أول ما تحصل قضايا زي دي للنائب العام حتى وإن صح 10% فقط منها ينبغي أن يقال من منصبه، أو يقال له على أقل تقدير اترك منصبك. طيب هو أصلا إذا لا يراد أن يقال، لأنه لم مرور الزمن ده هو ما بيرد على الناس ولا بيكشف حقائق، يعني الناس انتقدته، لأنه يعرف أن, 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 أن هؤلاء الناس ما قالوا هذا الكلام على النائب العام إلا وعندهم أدلة. لذلك هو أيضا لا يريد أن يفتح هذه الملفات، لا يريد أن يفتحها. أخي، نحن أمام مجموعة كما قلت لك، ناس ليسوا رجال دولة، ناس لا يفكروا بمستوى دولة وإنما يفكروا بمستوى، يعني حتى في الأحزاب، أحزاب صغيرة، اتحادات طلبة، مش عارف إيش، هؤلاء يا أخي أقل من ناشطين. لا يمكن لنائب عام في البلد بالله عليك موقع سيادي زي ده يطلع عشان يتكلم في مؤتمر صحفي يسيء إلى أمن البلد ووضع البلد وهو ما عنده معلومة، ليست عند، ولم تثبت المسألة جنائيا، ولم يثبت الأمر كذا ولا أي شيء. فهذا كلام خطير جدا جدا جدا. هذا لا ينبغي كان أن يخرج فيه لا النائب العام ولا متحدث باسم الدعم السريع، حتى لو دعم السريع استلموها خلاص، في الكاستدي حقتهم انتهينا. الشغل ده شغل الشرطة وعمل الشرطة الذي لا ينبغي أن يغادرها فقط. دكتور، احنا نتمنى السلامة لكل سكان الخرطوم، ونتمنى أنه يعني المسؤولين في مختلف المراتب العامة أن يكونوا فعلا أهل للمسؤولية ويتعامل كل من موقعه بشكل صحيح. شكرا لك على مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، يسعدنا دائما أن نتلقى أسئلتكم واقتراحاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.